لو ابنك او بنتك شرب بالغلط ماده كاويه في البيت، يعني ماده كاويه زي ايه؟ زي كلور، فينيك، اي مواد تنظيف موجوده في البيت. نعمل ايه؟ في حاجات غلط بتتعمل، في ناس بتقوم مشربه الطفل ميه وده في منتهى الخطوره. لبن. شرب الميه في الوقت ده ممكن المفروض الحاجات الكاويه دي يا حاجه حمضيه يا قلويه. شرب الميه في الوقت ده هيتفاعل مع الماده اللي هي ماده المنظفات دي وتعمل تفاعل خطير جوه 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 بطنه، فبالتالي ممكن يسبب اذى جامد للطفل. في ناس تانية بتحاول تستحس الطفل ان هو يرجع. وده برضه في منتهى الخطوره. الماده الكاويه دي خلاص نزلت معدته، لما بنخليه يرجع الماده الكاويه دي بترجع تاني على المريء والبلعوم تكسرهم وتدمر خلاياهم تاني. فده برضه في منتهى الخطوره، يعني ما تشربوش ميه وبرضه ما تخلوش يرجع. طيب في ناس تقول هنشربه لبن، اوكي شربوا لبن بس كميه بسيطه مش كتيره. يعني نص كوبايه لبن كتير قوي، ما تزودش على كده. ليه؟ لانك عشان ما يرجعش. ما هو الفكره كلها لو شرب كميه لبن كبيره هيرجع، يبقى احنا ما عملناش حاجه بالظبط، نرجع لنفس المشكله. انما لو كميه لبن بسيطه نديها له عشان نقلل شويه من الاثار الجانبيه بتاعه الماده الكاويه دي لغايه ما نوصل للطبيب. طيب لو الماده الكاويه دي جت على الجلد او العين، المفروض تتعامل زي معامله الحريق بالظبط، ان احنا تيار ميه جاريه لمده ربع ساعه، سواء بقى على العين على الجلد اي حاجه، لازم تيار ميه جاريه. ولو كانت على اللبس لازم اللبس او اي ادوات انت لابسها ساعه اي حاجه تشيلها اللي عليها الماده الكاويه دي. وطبعا ما تحاولش انت من نفسك اطلع على الدكتور على طول، لازم تحاول يروح المستشفى على طول في الحالات بتاعه المواد الكاويه دي.